الله. اه اجري يا معلم. اهلين يا بضاي. اهلين يا بضاي. الحمد لله على السلامة يا عبد الناس. الله يسلمك يا بضاي. صبوحي. نور معلم. وضب اكل لضيفنا، بيكون جسمه ضعفان. صار. عوام. شرف عم يشرف. شكرا يا بضاي. ايه يا اخي. بقدر اعرف اسم التالي؟ أنا حسن، حسن عمه. حسن شو؟ من أنو حارة أنت؟ شوف أخي حسن، إذا ما بدك تحكي إلي، أنا مو من عوايدي أجبر ضيوفي على شيء، والله شهيد على كلامي. شكلك ما بدك تحكي. طيب أخي، وقت تنوي تحكي خبرني، أنا كلني سمع. وأهلا وسهلا فيك. كم سجادة طلعوا معك؟ فكرة هلأ من السجاد. شو صار معك مشان توتأت؟ لك ما قلت لك إنه الحكيم وعدني هداك اليوم أخذك مشان يكشف عليك هو وش لوش؟ إيه ما أخذتني. لك أنت شايف يعني المشاغل والله ما عم نلحق نحك راسنا يا سيفو. يا علينا. السلام عليكم يا رجال. أهلين وسهلين. عليك السلام. أهلين خالد، تفضل. الله يعطيكم العافية يا رب. مو خان سجاد أبو طالب أنواتي؟ وصلت عمي، تفضل. بدي 6 سجاجيد معيدكم لجناب عبدو بيك الأمعري. وصلت عمي. انت بس عطيني النوع والمصدر اللي بدك اياه وكل طلبيتك ان شاء الله بتكون جاهزه. يا سيدي بدنا سجادتين عجمي، سجادتين سيراجي، سجادتين تبريزي. تكرم عينك. بمعيدكم قديش رح تحسبوا لنا السجاده؟ رح نحسب لك اياها ب10 ورقات. يا سيدي مو فارق، ب10 ورقات ب10 ورقات، بس المهم تتوصلنا فيهم لانه عبدو بيك الامعري من جهات الدرويشيه عنا. ايه تكرم عيونك وعيون عبدو بيك. الله يكرمك يا رب. شوفوا سيدنا. يا بسم الله. وهي المصاري على دوز بارا. هات ابي هات. وهي العنوان مين ما سالته لعبدو بيك بالدرويشيه نار على العلم. خلص مين يدلكم؟ وصل عمي. الله يكرمك يا رب. بس الله يخليكم لا تطولوا لنا فيهم، عبدو بيك عنده مناسبه ضروريه جدا وبده اياهم اسرع وقت ممكن. انت لا تاكل هم، مجرد ما انت مشيت من هون رح نأمل لك كل الطلبيه انا وسيفو ونوصلها براسنا منيح. كفو شباب كفو، الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. السلام عليكم. يا سلام. عليك السلام. عليك السلام. يلا سيفو خلينا لحين نأمل له الطلبيه مشان ما نتاخر على الزلمه. يلا شرف سعدي لكم شو. يلا وكمان بعطيك العنوان فرد مره. عمي وانت شو دخلك؟ انا سيفو ذكرتي الزعيم ابو طالب. ارجع محل ما اجيت ومالك مره مسقا. ها وليش بقى؟ من دون ليش؟ ارجع احسن ما فيش كل خلقي فيك. وليش انا ما فيش خلقي فيك؟ شو طوبتوا الزقاق باسمكم؟ بدي فاوزك برجلي. يا
باطل يا باطل مشان ما تقولي ما دخلتي قلبنا يا لمعاد خانم هي بدلنا القعدة من عند عصمة خانم لعند حضرة جنازة. أهلا وسهلا. أهلين فادية خانم. كيفك يا حبيبة قلبي؟ أهلا وسهلا حبيبتي. تفضلي تفضلي. والله شرفت وآنست. دايم يا عمي أبو سلامة. صحة وهنا. يطعمكم حجة والناس راجعة. شو يعني؟ فريز النو مات مقتول بمحلة الربوة وعظامه صارت مكاحل. ما نحن بنعرف هذا الحكي يا عمي ابو سلام. بتعرف هالشي وجاي تسالني عنه لك عمي؟ شلون هيك صار؟ ليش انت فتحت لنا مجال لنفهمك لشو نحن جايين يا ابو سلامه؟ مين ماسكك؟ شرف قول احكي يا اخي. نحن قادحين مشوار من اخر الدنيا لنسالك عن اولاد فريز النو. اولاد مين سيدي؟ اولاد فريز النو عمي ابو سلامه. ليش بالاساس فريز النو كان عنده حرمه ليصير عنده اولاد؟ يا لطيف. يا سيدي ما بيجوز عن ميت غير رحمه. من كتر ما كان بخيل وجربان ما طاوعه قلبه يدفع أجوازه. شو هالحكي؟ وكل أمواله راحت وقف لجامع برزة. يا لطيف كمان ماله قرايبي؟ بتاتا. شو جاي الزعبوبة؟ لا جاي من شمال حلب. قصدك أصله من حلب؟ لو من إجل عنا على برزة كان عمره حوالي 10 سنين وربي بيناتنا. يعني ما في حدا من معارفه ممكن ياخد بيتارو مثلا؟ بيتار شو؟ يوم درينا بوفاته صار عرس بالبلد. وديني انا عمري ما دقت اطيب من هالاكل يا جماعه. صحة وهنا وصال خانم. على قلبي. ولا هاللحمه مثل الفستق ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله صحة وهنا. لكن ما تدوقوا اكلة المشاوي بالمال كان عند لمعات خانم وتشوفوها كيف عم تلبن هالكباب والشقف بالخل والبهارات الباكستانية وقتها شو راح تقولوا يا جماعه؟ والله انا ما بصدق لحتى ذوق. ايه تكرم عيونكم، انتوا حددوا اليوم وانا بزبط كل الامور وبالمال كان اللي بدكم اياها. وليش كم مال كان عن جنابكم ما شاء الله؟ عدوا على اصابيعكم، طبعا الملك لله. انا ما راح اقدر عد، ماني قدراني اترك هالاكل الناهي. اي ولا انا يوم. اي خلص، عدي لنا جنابك لكان. يا ستي عنا مال كانت كيوان، وعنا وحده بالربوه، ووحده بدمر، وتنتين بالميدان، وتنتين بالصالحيه، يعني. ما شاء الله ما شاء الله. يخزي العين. اللهم زد وبارك. لا وما شاء الله كل مالكاني احلى من الثانيه، لما بتشوفوها ما بتقولوا عنها غير جنه عدن كمان. لا وهذا عدا المحلات والمعامل والدكاكين والبيوت هون وبيروت كمان. ما شاء الله. ادقوا على الخشب يا جماعه. اي والله بدك الملك لله يا جماعه، وبالاخير الواحد ما له اخذ معه شيء. صح. اي والله معك حق. ما قلتوني باي مالكاني قررتوا؟ والله انا بفضل بمالكانة كيوان. يا ستي اتفقنا. ما رح نخجلكم. اهلا وسهلا فيكم. كيوان كيوان معناته انا رح زبط الامور وبخبركم ان شاء الله. بس ما سالتك لمعاد خانم، يعني هالاملاك وهالمالكانات كلها من عرق وجهد مراد اغا ولا يعني بلا مؤاخذه ورثه؟ بصراحه في شيء ورثه من ابي وورثه كمان من ابو لمراد اغا وشيء من تعبنا وجهدنا. بلوني هالززر، بلوني هالززر، اسود وقلبه ابيض هالبتنجان، طري النعنع والبشر عم يتضعضع، قومناهم كوم كوم، هذا يا برودي يا هالثوم، يا للكوسه يا للنبع. شو الاصوات سميح؟ لا هيش حكومه. هيك قلتك؟ ايه مره شايفهم ملمعين منزعين. ايه شايفين حالهم شو شوفك يعني ناقصنا، حس انه ناقصنا يعني. ايه وكمان وينك معنطزين. ايوه. شفت مين فات على ديوان الزعامة؟ ايه شفت. وشايفني عمى؟ وعرفت مين هاي القوبة؟ مو على اساس انت بتعرف كل شيء؟ مظبوط. طالما بتعرف كل شيء وفهمان بكل شيء، ليش عم تسأل هالطرماني اللي مثلي؟ لك انا بعرف لك مقوص. شلون بقى؟ حجتك يا جارة اسمعي يا كنة.
شلون ما فهمت؟ أنا جاي ذكرك إنه الليلة ما تغيب. أيوه. إيه 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 جاي لشوف الزبون شو بده وراجع ده. إن شاء الله روحه بلا رجع.